أهلا بكم مع أخبار الرياضة. يلتقي يوم غد السبت فريقا الفيصلي والوحدات في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأردن، ويخوض الأخضر اللقاء بروح معنوية مرتفعة على الرغم من النقص العددي الكبير بصفوف الفريق، ويسعى لمواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز بدور المحترفين وتصدر مجموعته بكأس الاتحاد الأسيوي. على الجهة المقابلة يأمل الفيصلي بتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد تراجع أداء الفريق في هذا الموسم. رمي التماس إلى أحمد الياس، تعود من جديد منذر أبو عمارة. أجرى المنتخب الأولمبي لكرة القدم حصته التدريبية الرئيسية أمس الخميس على استاد القطارة في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادا للتصفيات الأسيوية التي تنطلق يوم غد السبت. ويستهل المنتخب الأولمبي مشواره بالتصفيات بلقاء نظيره الباكستاني عند الساعة 6:15 من مساء الغد، حيث يسعى نجوم الأولمبي إلى تحقيق بداية جيدة تضمن له 3 نقاط في مشواره في هذه التصفيات مؤهلة لكأس آسيا العام المقبل في قطر. أكد المدير الإداري لفريق الجزيرة عامر عدس لقناة رؤيا أن الاتحاد الأسيوي وافق على طلب الجيش السوري بإقامة مباراته المقررة مع الجزيرة في الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأسيوي بكرة القدم في عمان. وكانت إدارة نادي الجزيرة قد تلقت خطابا رسميا من إدارة نادي الجيش السوري صباح اليوم، ولم تبدي إدارة النادي اعتراضا. وستقام المباراة المقررة في 27 من الشهر الحالي على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، حيث يسعى الشياطين الحمر لاستغلال اللاعب على أرضه من أجل العبور للدور المقبل في أول مشاركة له في هذه البطولة. توج فريق الأولمبي رسميا بلقب بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة للمرة 6 على التوالي، وذلك بعد المباراة الاستعراضية التي جمعته مع وصيفه فريق ديلاسال في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب. وكان اللقاء انتهى بواقع 25 نقطة للأولمبي مقابل 23 لفريق ديلاسال، بعد أن حسم الأولمبي رسميا اللقب قبل أيام بفوزه على ديلاسال الذي حل بالمركز الثاني، وجاء أمانة عمان بالمركز الثالث ودير علا بالمركز الرابع. أقيم اليوم سباق تيسوت للدراجات الهوائية من تنظيم التايم سنتر بمشاركة واسعة لمحبي هذه الرياضة. المزيد في التقرير التالي. تجمع العديد من عشاق رياضة الدراجات الهوائية منذ الصباح الباكر أمام مبنى تايم سنتر من أجل المشاركة في سباق تيسوت للدراجات الهوائية الذي تنظمه شركة تايم سنتر وساعات تيسوت بشكل دوري كل عام، وبمشاركة عدد كبير من المتسابقين. نقطة الانطلاق كانت في منطقة أم البساتين، حيث اصطفت الدراجات الهوائية بانتظار إشارة البداية التي أطلقت عند الساعة 9 وباتجاهين، حيث تم تقسيم السباق إلى فئتين، الأولى للدراجات الجبلية والتي امتدت لمسافة 17 كيلومتر، والفئة الثانية دراجات الطرق الكبيرة والذي امتد لمسافة 34 كيلومتر من كلا الجنسين. ولضمان دقة ومصداقية السباق تم هذا العام استحداث نظام توقيت محترف يتم من خلاله احتساب الزمن المقطوع لكل متسابق، حيث يزود كل متسابق بشريحة مبرمجة لحساب مدة المسافة للدراج. من قبل 4 سنين أو 5 سنين تقريبا طلعت معنا فكرة أنه إحنا ندعم رياضة السايكلينج بالأردن، أول شيء لأنها رياضة صحية منيحة للجسم ورياضة شوي شوي عم تنتشر بالأردن. فقبل 4 سنين قررنا نعمل سباق، أول شيء كان سباق صغير عدد مشتركين قليل، وكل سنة ضلينا ننظم هذا السباق وكل سنة زاد عدد المشتركين، وإن شاء الله لكل سنة الجاي حيزيد عدد المشتركين ونضل نعمل هذا السباق. المتسابق مرق على خط البداية بناخد التوقيت تبعه إمتى مرق بالضبط، لما يوصل على خط النهاية بنحسب إمتى أخذه بالسيستم لحاله تلقائيا من جوا، بحسب وقت البداية مع وقت النهاية وبعطينا الوقت الكامل والترتيب تبع المتسابقين حسب الكاتيجوريز تبعتهم أو الفئات تبعتهم في ميل في ميل والسباقات اللي هم مشاركين فيها. الإثارة بلغت أشدها عند نقطة الختام في مقر تايم سنتر في منطقة أم أذينة، حيث توافد المشتركون وأصحاب المراكز المتقدمة نحو النهاية.
الحمد لله رب العالمين، يعني بجهود الكابتن تاعي كابتن نادر، توجيهاته هي اللي خلتني احرز على هذا المركز. هو اول شيء بحب ان اشكر تايم سنتر وتسات عشان عملوا هاي المسابقه، مش عشان انه نفوز وساعات وهيك، عشان شجعوا بنات انه ينزلوا and to be active in sports. أجواء السباق كانت حماسية ليواصل تايم سنتر نجاحاته بتنظيم هذا السباق كل عام للعام الرابع على التوالي، بانتظار ما سيقدمه في العام المقبل من مفاجآت. غادر لاعبا المنتخب الوطني للتايكوندو أحمد أبو غوش وجوليان الصادق بطولة العالم للتايكوندو والمقامة في روسيا، ولم ينجح اللاعبان في تخطي الدور الثاني لوزن تحت 68 كيلوغرام، حيث خسر أحمد أبو غوش نزاله أمام الروسي أليكسي دينيسكوف المصنف الأول عالمياً. وشهدت هذه المباراة اعتراض المدرب الوطني فارس العساف على قرارات الحكم التي اعتبرها ظالمة بحق اللاعب الأردني. أما في وزن تحت 67 كيلوغرام سيدات، ودعت جوليانا الصادق البطولة على يد التايوانية شيا شوانغ المصنفة الثالثة عالمياً.